فاتنة. هاي الكوت كلها حاجة قاعدة. هاي طبالي المطعم هاجمه بالمطعم مال ابن خميط. اوكي رمي حي وصاص حي على المتظاهرين، وحاليا شهيديا تم تاكيد الخبر، شهيد بمستشفى الزهراء تم تاكيد الخبر. وهسه حاليا للمطعم طبوا يريدون يعتقلون الموجودين، يعتقدون انهم من المتظاهرين قاتلين غاد بالمطعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا استعراض سريع للأحداث التي جرت اليوم في ساحات التظاهر في العراق. المتظاهرون طبعا يواصلون حراكهم السلمي في محاولة طبعا لإسقاط النظام وإنهاء هذه العملية السياسية الفاسدة. التصعيد السلمي يستمر منذ المهلة التي أعطيت ليلة العملية السياسية، طبعا بدأت من مدينة الناصرية وطبعا حظت بتأييد واسع وكبير على المستوى الشعبي العراقي. جوبهت بقمع حكومي واسع وأدى هذا الأمر إلى سقوط الشهداء وجرحى، ويستمر التصعيد الحكومي بالإضافة إلى التصعيد الميليشياوي كذلك لاستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وهناك شهداء يسقطون وكثير من الجرحى. في مدينة الكوت بمحافظة واسط سقط شهيدان برصاص القوات الحكومية، واعتقلت أيضا القوات الحكومية عدد من الجرحى أيضا من المتظاهرين ممن أصيبوا بنيران وقنابل غاز القوات الحكومية والميليشيات. في بغداد وكربلاء ومحافظات أخرى تستمر القوات الحكومية بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مستهدفة المتظاهرين بشكل مباشر، والهدف هو إسقاط كثير من الجرحى ومن الشهداء. دعونا نشاهد هذا المقطع ل العمليات إطلاق النار واعتداء من ميليشيا العتبة العباسية، العتبة الحسينية عفوا، العتبة الحسينية في محافظة كربلاء، طبعا بدعم من القوات الحكومية، فلنشاهد. 21 كربلاء الآن منتسبين العتبة وقوات الشغب يحاولون دخول إلى ساحة أحرار كربلاء. القوات القمعية طبعا نتابع أيضا الآن من العاصمة بغداد. لدينا مقطع لرفع المتظاهرين شعار منظمة الأمم المتحدة أعلى مبنى المطعم التركي أو جبل أحد كما يطلق عليه المتظاهرون، فنشاهد. الآن من جبل أحد 28/1/2023 رفع لافتة الأمم المتحدة في جبل أحد. شبكة كاماش. طبعا كما تتابعون مشاهدينا الكرام، الهدف من رفع شعار منظمة الأمم المتحدة هو لجلب الأنظار أو لفت الانتباه من قبل المنظمة ومن قبل المجتمع الدولي لمطالب الشعب العراقي، ومحاولة إيصال صوت العراقيين إلى الخارج لتصل رسالة أن الشعب يريد إسقاط النظام وإنهاء هذه العملية السياسية وإيقاف قمع الميليشيات والقوات الحكومية والحكومة بشكل عام للعراقيين إن كانوا متظاهرين أو غير متظاهرين. هذا هو الصوت الذي يريد العراقيون أن يصل إلى مسامع الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي. وطبعا الهدف كما قلنا مشاهدينا الكرام من أجل تحقيق مطالب الشعب العراقي الذي يتظاهر الآن هذه المدة الطويلة من أجل الإنهاء أو إنهاء وجود الأحزاب الفاسدة والعملية السياسية الفاسدة والميليشيات وكثير من المشاكل التي يعيشها العراقيون على مدى أكثر من 16 عاما الآن، ونحن ندخل على العام 17 من الاحتلال، وبلد مدمر، بلد من أغنى بلدان المنطقة، وهو يعاني
من كثير من الأمور، إن كانت على المستوى الاقتصادي أو إن كانت على المستوى الاجتماعي أو الأمني أو السياسي أو التعليمي أو الصحي أو كثير من المجالات حقيقة يعاني فيها العراقيون. من معنا الآن؟ السيد أبو حسين من أربيل، تفضل. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أبو حسين. تحية لقناة الرافدين البطلة. حياك الله. تحية لقناة الرافدين صوت العراق. نعم، أهلا وسهلا. بس أنصح السيد مقتدى الصدر أن من سائرون إلى حائرون. ليش؟ لأن هذا كان حائر بين أن يكون إيراني أو يكون عراقي. أثبت نفسه أنه إيراني وليس عراقي. هو أريد أن أوجه له سؤال، إذا هو يدعي نفسه، ومع الأسف هو كان من المناضلين في بعض العراق. وعنده هيك موقف. أنا ما أحب الأمريكيين لأنه تخلوا عن أكراد سوريا، بس أحكي كلمة حق يراد بها باطل. نعم. أريد شهيد واحد من المنتفضين الأبطال. نعم. من شباب العراق، أو جريح واحد من شباب العراق. طيب. أو جرح على يد الأمريكيين. طيب. على يد الأمريكيين. ليش يطالب الطرد الأمريكيين في حين كل الشهداء وكل جرحى الشباب العراق الأبطال على يد الجيش الإيرانية؟ ليش يخاف يطالب بطرد الميليشيات الإيرانية من العراق؟ وشكرا. تمام يا أبو حسين، وصلت الرسالة ووصل سؤالك. طبعا طالما رفع، ونكرر أن العراقيون رفعوا شعار أنهم يطالبون بإخراج جميع القوات الأجنبية، إن كانت إيرانية أو أمريكية أو أي جنسية أخرى. الوجود الأجنبي في العراق مرفوض شعبيا. لا يريد العراقيون أي تدخلات خارجية في شؤونهم. لا يريد العراقيون حكومة تقاد من الآخرين. لا يريد العراقيون حكومة غير مستقلة، بلدا يحرك عن طريق أوامر تأتي من الخارج. هذا العراق الذي يعيشون فيه الآن، يعيش فيه العراقيون الآن، لا يريدونه. يريدون عراقا خاليا من الأوامر الخارجية، خاليا من الأذناب كما يسمونهم أو الذيول، من يملكون ولاء لدول أخرى. يعني أمريكا، إن كنا نتحدث عن السبب، فسبب دمار وخراب العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بمشروعها الذي أثبت فشله فيما بعد، وخدع العراقيين وخدع العالم بهذه الرسالة الوهمية التي أعطاها وقتها جورج بوش إلى العالم، أنه يريد أن ينهض بالعراق ويقوم ببنائه بعد أن يتخلص من نظام ديكتاتوري. لم يقم العراق الآن، لم يحقق العراقيون تطلعاتهم وطموحهم في هذه السنوات التي مضت بسبب فساد وأحزاب جاءت بها الولايات المتحدة إلى العراق. وبالطبع طبعا تركت إيران تعيث في الأرض فسادا في هذا البلد طيلة هذه السنوات التي مضت. حيدر من الناصرية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولي قناة الرافدين، قناة كل العراقيين. حياك الله حيدر، أهلا وسهلا. أهلا بك أخي الكريم. لدي ثلاث نقاط. أولا، نعم. على المزدحمين موقفها من المتظاهرين، واضح موقفها الصريح. هل هي معنا المتظاهرين أم حتى نفهم؟ تلقيها على الحروب، القتل والتعسف والضيم. النقطة الثانية، نعم، على كافة مجلس أن ينتبهوا المتظاهرين بما يتمكنوا من طعام وملبس وما شابه ذلك. نعم. والنقطة الثالثة، عدم الاعتراف بهذه الحكومة قطعا. منتهية
وما بقى الا القليل والنصر قادر ان شاء الله وما يصح الا التصحيح. سيد حيدر اريد اسالك على نقطه المرجعيه اللي حضرتك تفضلت بها. تقول انت على المرجعيه ان تبين موقفها، طيب يعني احنا لما نجي نسمع بخطب الجمعه اللي مضت لما تطلع المرجعيه وتقول او عن طريق طبعا ممثليها تقول انه احنا ندعم المطالب المشروعه للمواطنين اللي للعراقيين اللي دي يظاهرون بسلميه. طيب الحكومه اللي تقول احنا ناتمر باوامر المرجعيه وهي مرشدنا وهي قائدنا، ما تسمع هذا الكلام ولم تلبي مطالب الناس بل بالعكس تستمر بقمعها للمتظاهرين. ليش هاي الحكومة اللي دائما تقول احنا قائدنا هي المرجعية، ليش ما تسمع كلام المرجعية الآن وتحقق هاي الدعوات من المرجعية إلى تلبية مطالب الشعب المشروعة؟ نعم انه هذه الحكومة لا تعترف بالمرجعية والدليل على هذا تخطب وتعطي ما تقدمه بالخطبة، لا بل يزيد القتل والتعسف بحق المتظاهرين. نعم. فالمرجعية نحترمها ونحترمها ولكن تبدي موقفها بصريح كما أعطت الفتوى للجهات. نعم. عليها أن تعطي فتوتها بحق. شنو اللي يمنع المرجعية انه تعطي الفتوى؟ يعني العراقيين الان من يوم 1/10 ولغاية هاي اللحظة قتل واستشهاد الكثير وجرح الكثير ومعوقين ومعتقلين وحكومة مدى تلبي مطالب الناس، شنو اللي مأخر المرجعية انه تطلع بفتوى لإنصاف الشعب العراقي؟ لا تأخير، يعني كما قلت لك كما أعطت الفتوى بالجهاد الكفاية عليها هذه الجمعة القادمة أن تعطي الفتوى الميليشيات وعدم الاعتراف بهذه الحكومة اللي تسمى لنا المتظاهرون. طيب. شق طريقنا الصحيح وبناء بدون محاصصة وبدون طائفية ولا فرق بين كافة المحافظات. صحيح. شكرا يا حيدر، انا اشكرك، كنت معنا من الناصريه. معنا السيد علي من ميسان، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي العزيز احب اشكرك على هذا البرنامج. حياك الله. اللي من خلاله نوصل صوتي. نعم. انا اليوم عندي موضوعين. تفضل. الموضوع الاول اللي هو الشعب اللي جاي ينقتل. نعم. الشعب اللي جاي يدفع الثمن. الشعب اللي محروم من ابسط حقوقه. نعم. الشعب مظلوم والحكومه ظالمه. هذا الشيء ينتهي من عنده. احنا نعم. كل شاب ينقتل نتحصل عليه يعني حرامات. نعم. واي دوله ما تدخلت. واي شيء ما جاي يصير تطور به. نعم. والموضوع الثاني اللي جاي يحسون يقول السيد مقتدى ليش طلع مظاهرات مليونية وليش ما طلع ابو الدزول؟ اخي العزيز هاي الاحزاب والميليشيات تريد ترجع تضرب امريكا وين بالعراق؟ طيب. امريكا راح ترجع تضرب من امريكا تضرب الشعب. ما حد راح يتضرر هم من عندهم. منو راح يتضرر؟ يتضرر الشعب. نعم. مو صحيح؟ صحيح. يجي واحد من امريكا هو اصلا ما شايف المظاهرات ولا جاي، يا اخي انت ليش قاعد هناك وجايته؟ تعال هنا الظاهر ويانا نشوف الوضع. نعم. احب اقول لهم، وثاني شيء انا من المتظاهرين طبعا. نعم. والمتظاهرين هم قالوا السيد لا تجي لا تركب الموزي، ايش حاجة هسه تريدون السيد؟ يعني خليكم احنا دائما نسال احنا دائما نسال يا علي، يعني اكو لقاء بعام 2005 لقاء المقتدى الصدر، لقاء تلفزيوني، سأل المقدم البرنامج شنو رأيك من الوجود الأمريكي بالعراق؟ قال ما لي علاقة، يوجد موجودين ما موجودين أنا ما لي علاقة. هذا بسنة 2005، يعني الأمريكان من 2003 إلى 2017، الآن احنا داخلين على 2020 الآن 17 سنة والأمريكان موجودين بالعراق بعلم الجميع بعلم مقتدى الصدر. لماذا الآن يطلع يريد
يطلع مليونية على أساس ضد الوجود الأمريكي لأنه صارت ورقة القاسم سليماني؟ يعني ليش الآن؟ لا هي شوف أخي عزيز درادها شوية تحليل صحيح والناس هي صارت هاي الشغلة ورقة السليماني احنا السليماني ندري به هو اللي كان يقمع بالشباب وهو اللي ما يريد الخير للشباب هو سفاح بس مثل ما هم راحوا للسفارة الأمريكية وضربوها رجع اكو عندنا استشهدوا من الجيش يمكن نعم المهم فهو راجع يقتل الفتنة هاي الأحزاب تضرب القائد الأمريكية ما أعرف دخل الأمريكان يجون يضربون شنو يضربون الشعب فهو راجع يقضى على هاي الفتنة نعم على هاي الفتنة واللي ما يعرف السيد أتمنى ما اكو هواي ناس راح ترجع هسه تقول أنت ليش تحتهي اللي ما يعرف السيد وخصوصا اللي قاعد بأمريكا عايش البلد ما إلا أي حق يحكي يا أما تجي تظاهر لي أنا يا أما تسكت لا تحكي أنت ما تعرف الموضوع لا تحكي يعني برأيك هاي الخطوة اللي سواها مقتدى الصدر بموضوع دعوة إلى مليونية وسحب أنصاره من ساحات التظاهر بل حتى طلعت اللجنة المنظمة للتظاهرات قالت أنه أنصار مقتدى الصدر جزء من جماعة مقتدى الصدر دخلوا علينا ساحات التظاهر وهددونا أنه نخلي الساحة على مود يوم الجمعة اللي مضت ليش مقتدى الصدر دي يسوي هذا الشيء؟ هو مو يقول بالبداية قال في بداية التظاهرات أنا ويا الشعب ليش اختلف على الناس بهاي الاختلاف وبهاي الطريقة؟ هو صحيح السيد قال أنا سرد من الشعب ما أريد أنا أصير يعني شلون أصير قائد المظاهرات خلي الشعب هو اللي يختار لأن يعني إذا أجيب واحد يقولوا لي أنت المسؤول أيه. وهم من البداية المتظاهرين قالوا احنا مري لا تركب الموجة انت سمعت وشفت المخاطر لا تركب الموجة رغم كل هذا وهم كانوا سرايا السلام اللي لازمين الحدود مال الساحات التظاهر كلها وهم اللي يفتشون وهم اللي مسؤولين فانت قلت لا تركب الموجة رغم هاي وهم موجودين واكو هجوم صار سيارات اجت وسمعت كل احنا شفناهم قالوا جماعه السيد مقتدى هم اللي ضحوا بنفسهم علي انا اريد اسالك سؤال تذكر مجزره السنك اللي صارت ببغداد اي اتذكر نعم دخلت الميليشيات ميليشيا العصائب وقامت بارتكاب مجزره في بغداد بحماية طبعاً القوات الحكومية بعدين طلع مقتدى الصدر قال احنا نشرنا عناصرنا لو كان فعلاً هذا الكلام مثل ما تقوله صحيح انه سرايا السلام هي اللي كانت تحمل المظاهرات وهذا امر غير حقيقي طبعاً كان على الاقل منعت هاي المجازر اللي ارتكبت ببغداد على يد الميليشيات وعلى يد القوات الحكومية مو المفروض هي تحمي الناس ليش هذا العدد الكبير من الشهداء اللي دي يسقط يومية اذا كان فعلاً مثل ما تقول انه مقتدى الصدر ناشر جماعته حتى يأمنون ساحات التظاهر ويحمون المتظاهرين يوميا يسقط الكثير من الشهداء والجرحى صحيح أخي العزيز هي مو مسؤولية السرايا تحمل المتظاهرين هي كان المفروض مسؤولية الحكومة أو الحكومة صحيح. صحيح بس أنت أسألك أي متظاهر هسه لا تسألني إلا منو كان اللي قبل ما تدخل لساحات التظاهر منو اللي كان شوف يا علي أنا أريد أقول لك شغلة يا علي من أول يوم طلعت بي المظاهرات اللي هي يوم 1/10 تمام والمتظاهرون رفعوا شعار أنه مرجعيتنا الوطن هاي واحد ما أن مرجعية غير بس الوطن وما عدنا قائد يقود هاي المظاهرات مظاهرات شبابية طلعت بشكل عفوي بعيدة عن أي يعني أوامر خارجية أو لم تقاد من أي أحد وماكو أي قيادة إلها مقتدى الصدر عند أنصار من التيار الصدري طبعا أنصار ليس التيار الصدري عفوا أنصار يتبعون آل الصدر هؤلاء دخلوا بنفس وطني عراقي إلى ساحات التظاهر الظاهرة ولما انسحبوا بعد التهديد اللي تعرضوا له تهديد حتى شمل عوائلهم طلعت اللجنة المنظمة للتظاهرات قالت إحنا نعذر هذول الناس ونتفهم موقفهم ونقدر ونشكرهم على مشاركتهم ويانا رغم أنه انسحابهم هم كان بضربة للتظاهرات وما كان لازم يصير لأن هم طلعوا بحس وطني لا مقتدى الصدر ولا سرايا السلام اللي هي عبارة عن ميليشيا طبعا
ولا أي شخص من التيار الصدري ساعد المتظاهرين. المتظاهرون ساعدوا أنفسهم فقط، والدعم اللي حصلوا عليه بجهود ذاتية، والدعم واللجان التفتيش اللي صارت على ساحات التظاهر حتى تمنع المندسين والمخربين كانت من المتظاهرين ولم تكن من التيار الصدري. راجع معلوماتك وصحح الوضع يا سيد علي، أتمنى أنه تباوع للأمور بشكل أوسع. مقتدى الصدر جزء من العملية السياسية اللي طلع عليها الشعب. شلون هذا الشخص اللي هو من 2005 إلى الآن هو جزء من عملية سياسية وعنده وزراء وعنده نواب وما قدم شيء للشعب، شلون الآن يريد يصير هو الحامي وهو المحافظ على أرواح الناس؟ شكرا يا علي. علي أنا أشكرك، شكرا جزيلا. معنا علي من النجف، تفضل. علي من النجف، فقدنا الاتصال مع علي. أكثر من ستة وزراء و54 نائب هي حصيلة أو ما يملكه مقتدى الصدر في العملية السياسية الحالية اللي هي حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة. ست وزراء وهو شريك العملية السياسية وجزء من أجزائها المهمة في العراق من 2005 إلى هذه اللحظة. وهو قام بعمل مظاهرات سابقا ودخل إلى البرلمان، ودخلوا أنصار إلى قبة البرلمان وبعدين سحبهم، وأحبط كثير من العراقيين اللي كانوا يعتقدون للحظة أن مقتدى الصدر قد يكون فعلا المساعد في إنقاذ العراق ومساعدة العراقيين في تحقيق آمالهم وطموحاتهم. لكن اللي يملك ميليشيا مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، واللي عنده وزراء واللي عنده نواب، من المستحيل أن يفرط بكل هذه الامتيازات في سبيل الوطن. هاي نقطة. النقطة الثانية، اللي البيان اللي طلع من اللجنة المنظمة للتظاهرات اللي قال أنه دعوة مقتدى الصدر إلى مليونية اللي إجت من مدينة قم بإيران، هاي دعوة مسيسة، دعوة موجهة، دعوة بيّنت حقيقة هذا الشخص اللي وقف ويا العملية السياسية ضد العراقيين ومطالبهم. والبيانات الأخيرة والتغريدات اللي طلعت من مقتدى الصدر الأخيرة اللي بيها لغة تهديد واضحة للمتظاهرين وبيها تهجم على ساحات التحرير اللي حطها بين قوسين، هي أكبر دليل على أنه هذا الشخص خلص انكشف على حقيقته ووقف الآن ويا العملية السياسية. وإحنا نعرف هذا الشيء من زمان، لكن يعني الواحد يظل يعطي مبررات ويظل يتأمل خير، لكن الحقيقة في النهاية كشفت وعلم العراقيون جميعا من هم الذين وقفوا فعلا مع هذه الثورة منذ بدايتها، ومن هم الذين عادوا هذه الثورة منذ بدايتها أيضا. أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى الثوار، نعم، المتظاهرين، ما حد حماهم، لا مقتدى حماهم ولا الوزراء ولا عادل زوية حمتهم ولا الدولة حمتهم، نعم، وكلهم يضربوهم من الحكومة تضربهم، والميليشيات كلهم والعصابات مع الخزعة، نعم، أمري ومقتدى صدر يضربوهم من كل الجهات يضربوهم، وهم حامين نفسهم رب العالمين هو موفق حاميهم، نعم، ولهذا هم يعني ديموتون منهم الآلاف، ولهذا يو أكو أحد يحميهم ما كان هالقد يموتون، نعم، يو فعلا أكو حكومة تحمي هاي الشباب، بس ما يطلع عاد الزوية يقول هذول أبنائنا، إذا الأبناء كنت تضربهم يعني الضمائر ماكم، الضمائر ماتت في هاي الدولة، ثم هم كلهم حرامية وكلهم قاعدين بس لمصلحتهم الشخصية، وليهم هذول الأفراد اللي قاعد يموتون على طلباتهم يردون حقهم، أبسط شيء يردون حقوقهم، حقوقهم الشرعية اللي هم اللي عنده شهادات اللي عنده قاعد الجائر واللي كمل دراسته قاعد ما عنده وظيفة، وهم وأولادهم وأقربائهم كلهم متعين بخيرات هاي الدولة إلى متى؟ 17 سنة كافي عاد، كافي ذل وكافي هوات، الناس تريد تعيش حرة، الناس تتحرر، تريد
تعيش بأمان، تعيش بحب وسلام، لكن هذول المحتلين ما يقدرون يعني إيران من جهة، أمريكا من جهة، العصابات مال هذول من جهة، الحكومة من جهة تحارب هالناس المستسلمة اللي طاوعة تتحق من حقوقها أبسط حقوقها كافي، وما عدا ونعتب على الدول العالم، دول العالم بس تكتب انه فلان يعني هالقش وهدا ماتوا وهالقد انقتلوا وهالقد هذه. المفروض هسه هم الدول العالم تساند المتظاهرين، تساندهم، تنطيهم القوة وتحميهم. احنا من زمان نطلب يعني مساعدة المتظاهرين ونطلب حمايتهم، ما نطلب قتلهم. صحيح. الكل دا يقتل بيهم والكل دا يأذيهم والكل يعني دا يحاول يفر هذه التظاهرات. حتى المصلحة الشخصية اللي هي على هالحكومة اللي قاعدة ما شبعت 17 سنة تبوق وبعدها مستمرة مسلبة بكراسيها. أم زهرة أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك، وضحت الفكرة. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نخلص بعض بابا اهلا بكم. تابعت هذه الصور، هذه الصور لمجموعة من الملثمين بزي مدني لابس بس سترة عسكرية أو يعني حتى يبين نفسه أنه هو جزء من المنظمة، لكن من المنظومة الحكومية، لكن واضح يرتدي بيجامة ولا بنطلون جينز تحت هذا الموضوع وبزي مدني تام، ملثم وجهه ويطلق السلاح ويطلق النار بشكل مباشر هدف القتل ضد المدنيين بصفه قوات حكومية. هكذا تدار الأمور في العراق مشاهدينا الكرام. الجزء المنظومة الحكومية، المؤسسات الحكومية، إن كانت جيش أو شرطة أو أي قسم من هذه المؤسسات الحكومية بقطاعاتها الأمنية المختلفة، تتعاون مع الميليشيات لهدف قمع وقتل الناس، قمع المظاهرات واستهداف المتظاهرين. بهذه الطريقة يتم قتل المتظاهرين، بهذه الطريقة يسقط الشهداء ويسقط الجرحى أمام أنظار القوات الحكومية، أمام أعين، بل بدعم من القوات الحكومية وبمساندة من هذه القوات لعناصر ميليشياوية يقال عنها يعني في الأوساط الحكومية الطرف الثالث، لكن هي معلومة الطرف الثالث مع من يتعامل، مع من يشترك، وكذلك ما الذي يقوم به. معنا السيد بدر من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. ما في دولة دارت رئيس العراق ومجلس النواب ورئيس الحكومة فقدوا الشرعية. نعم. الثوار يطلبون مطالب لن تلبى مطالبهم، يواصلوا ويستمروا على الثورة الأحسن والأفضل. الثوار يكون حكومة في المنفى يعترف فيها وتتفاهم مع الدول. بالغرب دول ديمقراطية الجيش والأمن ما يقتل الشعب. بالعراق عصابات مجرمين وقتل سفك الدماء. إذا سقطت العملية السياسية بالعراق تأتي حكومة المنفى وتستلم العراق. بس خل الثوار يواصلون عشان تساقط العملية السياسية. يلا شكرا.
شكرا يا بدر. معنا رسالة من أبو أوس من تركيا يقول: قدم العراق أكثر من 600 شهيد و25 ألف جريح ومعاق، والتهمة أنهم جوكرية ومندسين ومخربين. يقول: مع العلم لم يرفعوا صورة لترامب، ولم يكتبوا بومبيو قائدي، ولم يرفعوا إلا علم العراق. استعملتم الرصاص الحي والقنابل الدخانية المميتة فقنصتموهم وقمتم باغتيالهم وخطفتموهم وقمعتموهم بكل الطرق. قمعتم صوتهم وحرضتم على قتلهم باستخدام قنواتكم الحكومية اللا إسلامية. طعنتم بشرف العراقي والمرأة العراقية ووصفتم المتظاهرين بالقرود والخارجين عن القانون والمندسين. تبا لكم ولسياساتكم القذرة، ستنتصر ثورة تشرين المباركة عاجلا أم آجلا بهمة الثوار الغيارة. أبو أوس من تركيا، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة. معنا السيد أبو علي من كربلاء، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أستاذ أنا هسه منين أبدي؟ ما أعرف حاير، أبدي من الحكومة لو أبدي من الأحزاب، لو أبدي منين؟ من إيران، أبدي من أمريكا، براحتك منين تحب تبدأ؟ ما أعرف منين أبدي، لكن أنا صراحة أبدي لك هنقول من الأحزاب. طيب. الأحزاب أول هدف اجوا به للعراق هو تهديم العراق، هذا كل العراق مقتنع به. لو هسه حضرتك او اي واحد يلتقي باي شخص على الفراد الحكي مالته نفس حكي. طيب. هدفهم تهديم العراق هاي اولا. ثانيا زرعوا التفرقه، شابوا الطائفيه، العراق ما كان يعرف الطائفيه. خلوا قامت الحكومه نفسيتها هم يودون احزاب يقتلون بالشيعه ونفس هذا يقتلون بالسنه، وش يقولون للسنه؟ هذول الشيعه والشيعه هذول سنه، وقتلوا المسيح وقتلوا الايزيدي. لما خلوا العراق واحد يقتل واحد، اخر شيء الشعب حس بين السياسيين هم الطائفيين. انتفض عليهم انكشفت لعبه الاحزاب، انكشفت لعبتهم القذره. ايش قالوا؟ قالوا انتم عملاء الامريكا. من العملاء؟ الشعب والله الحكومه. المالكي يقول على المتظاهرين، يقول بداية من ظاهره بالرماد، يقول دول فقاعة، يقول دول عملاء، هو عميل الأمريكا. جماعة مقتدى هذا الزامل وغير الزامل هم عملاء الأمريكا. هذا ذاك اليوم طلع أبو البوق اللي وصفه بوق القتلة والقتل، هذا كان بعثي ويحشون على المتظاهرين بعثية. يعني جاعد يتهمون العراق بالشعب العراقي بتهم، والشعب بريء ومكشوفين على حقيقتهم. قدم الشعب العراقي أكثر من 600 شهيد وآلاف وبال 30 ألف جريح. ورغم كل هاي، جاء شو يسوون؟ يجيبون تهم زائفة ويذبونها على برغبة الشعب المسكين. الشعب المسكين بعد ما يسكت بعموم المحافظات الجنوبية. هل أكو أحد يقود هاي المظاهرات يا أبو علي؟ المظاهرات لا، الشعب كل شخص قائد نفسه. أنا هذا الشيء مستغربة. والله أنا أحد المتظاهرين. أكو ناس تقول إنه فلان الفلاني هو القائد ومن غيره المظاهرات توقع. يعني مثلاً كاظم الصيادي يقول إنه الصدريين إذا انسحبوا من المظاهرات توقع. يعني هل هذا الكلام كان صحيح لما انسحبوا؟ أول شيء أكو كلمة أرجو المعذرة راح أحكيها. كاظم هذا يعني هنسميه كاظم الوصخ. هذا ما يعرف يتكلم ولا يعرف يسولف. هذا كاظم الوصخ. ما عنده جملة مفيدة يحكي مثل عندنا مثل عراقي يقول يخوط وصف الاستكان. شنو مقتدى؟ كلها تعرفه عميل مقتدى. بداية كان يحكي على إيران، بالأخير طلع الذيل مال الخامنائي. هذا مقتدى، هو ربع الخونة اللي 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 بالسر يقتلون بالمتظاهرين، هو وهذا العامري والخزعلي وذاك الثاني، وبالعلن مقتدى وغير المظاهرين. ماكو قائد للمظاهرات، لذلك المظاهرات خبلت الدولة، خبلت الحكومة. المظاهرات راح تنجح وتنجح إن شاء الله، لأن ما إلها قائد. ليش ما إلها قائد؟ إحنا مو نقصنا قائد، لا عندنا قادة، لكن كل شخص يشعر بنفسه هو الشعب بأكمله. لذلك هسه شوف الحكومة يعني دايخين من المظاهرات، منين يجونها؟ ما يعرفون شلون يسدونها، ما يعرفون يردون واحد يمثل المظاهرات يسبب يلقون فلوس، ماكو. واحد يقوتهم على مود يكتفونه، ماكو. لذلك هسه المظاهرات يوم عن يوم الزود وما مستحيل تخلص مظاهرات. بالعكس هسه دارت ثمارها ان شاء الله، ثمارها على
وجه القطوف ان شاء الله هاي الايام المقبله ان شاء الله الشعب ينتصر. نعم. وما تبقى كل ذيل بحيل الله بحيل الله واهل البيت كل ذيل من دول الذيول يتعلقون هسه مفرحانين اذا راحت الحكومه تجي. نعم. لا مو حكومه جديده يتحاسبون ماكو شيء يتحاسب كل من قتل المظاهرين وتنعاد الملفات كل ملف. نعم. قتل او جرحى ولا كلهم مثل هذا العامري. صحيح. وشن هذا العامري شن هذا العامل اللي قتل العراقيين بحرب ايران. قتل ابناء جلدته وشن عبد المهدي اللي اخذ له 6 اشهر قتل ولد الناصريه. نعم. وشن المالكي اللي اول ما استلمها يعني خلى داعش يطب للعراق وشن مقتدى اول ما استلمها سوى روحه مقاوم الامريكان بس. نعم. شو يسمع الاستاذ محمد مقتدى اول ما اجى على اساس مقاوم مو مقاوم مقتدى عميل لكن الهدف انا عجيبه الهدف مالته شنو هدفه؟ الهدف مالته يريد يخرب شغل امريكا انا ما احب امريكا انا ضد امريكا لكن يا اخي خل تفيدنا امريكا ما دخلت بلد وخلته خراب كل بلد اللي دخله تخليه ينور دخلت المانيا دخلت الفرنسا خلتها دول راقيه شوف ايران دخلت للبحرين خلت البحرين يعني دمرتها دخلت اليمن خلتها نهيتها دخلت للسوريا خلت السوريا كانت هالجوع دخلت للعراق خلت واحد رباعد يا أخي هاي مقارنة أمريكا ما دخلت دولة وخلتها خراب بالعكس عمرتها ما أقول لك أمريكا خوش لا لكن اللي تسوي الدين أكثر من الشين بس أول ما أجت أمريكا ب2003 مقتدى والزوج جماعة إيران قال له روح سوره أنا بس أسألك سؤال أخير يا أبو علي من كربلاء سؤال أخير سائرون تحالف سائرون هو مو حزب سياسي حزب سياسي طيب وعنده مقتدى الصدر عنده 6 وزراء وعنده 54 نائب وعدد من المحافظين مو كلام سليم والله طيب سليم. طلع الشعب ضد الأحزاب وضد هاي العملية السياسية يعني هذا المبدأ مال كل واحد يستثني نفسه ويقول أنا ما لي علاقة يعني طيب مو سائرون حزب سياسي يعني مو مشارك بالعملية السياسية من 2005 مقتدى الصدر يعني شنو يستثني نفسه من الفساد مثلا هذا أبو جاسم حبيبي أكو عندنا مثل بالعراقي يقول إن عامة تخلي راسه بالغار في سبيل كل عقله ما حد يشوفها. نعم. مقتدى كل عقله يضحك على الشعب ما الشعب العراقي. نعم. كل عقله ما الشعب يدري بي هو بالحكومة ويدري بي عنده وزراء وعنده مدراء عامين وهو رأس الحكومة يقدر يصلح لكن. نعم. نفس الوقت يصوروها على اساس انا اقدر اصلح الحكومه فاسده وهي الحكومه هي حكومتك الوزراء وزارائك اصلح وزارائك والحكومه باقه تصلح. طيب. انت الحكومه مالتك فاسده. أنا اشكرك يا ابو علي من كربلاء واضيف لحضرتك ايضا معلومه طبعا هي ليست اضافه هي يعني مجرد شيء بسيط جاء عادل عبد المهدي بتوافق وعلى راسهم مقتدى الصدر اللي جاءوا بعادل عبد المهدي لحكم العراق يعني حتى لا يطلعون يقولون انه عادل عبد المهدي فاسد وكأنه التيار الصدري ما له علاقة على رأسهم ومن أهم الأشخاص اللي وافقوا على عادل عبد المهدي هو مقتدى الصدر علي من بغداد تفضل علي حياك الله علي بس نص صوت التلفزيون يا علي علي من بغداد نص صوت التلفزيون يا علي حياك الله أهلا وسهلا تفضل شلونك انت؟ الله يسلمك كل الهنا. عندي تداعي اذا تسمحوا لي. تفضل. اسمعني؟ اسمعك. انا اعتقد هاي شغله رئيس الوزراء وما شابه ذلك هذه شغلات راح تكون يعني بين جرء وعرض ماكو؟ شلون؟ يعني عين واحد ويقولون الشارع ما يقبل عليه ولا كم يقبل السياسيين عليه فأنا برأيي ليش ما المتظاهرين يعينوا لهم فد واحد يعني من هذول اللي يطلعون هنا علي طبعا صوتك دي يتقطع يا علي صوتك دي يتقطع غير واضح هسه اي اوضح يعني رشح فد واحد من المتظاهرين وهي فترة يعني مو يعني حتى بس انت عندك مشكلة بعد عندك مشكلة بعد يا علي انه انت تريد الاعتراف الدولي يعني اول شيء لازم نعم. لازم العالم يسقط اعترافه بهاي الحكومة حتى تبدأ بهاي الخطوات نعم. يعني على الوضع الحالي بعد الامور
تحتاج وقت. يا حبيبي هي الحكومه شنو من معترف بها الان؟ لان الان هي ساقطه وتصرف اعمال وهذا، بس انتم شنو تصريف الاعمال هذه هنا يعني لصاحبه شنو؟ عمليه فساد. نعم. يسوون من جوا اللي جوا اسمه بروتوكولات وغيره 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 على مود اسمه، وخاصه الاتفاقيه مال الصين هذه انت تتصورون يعني ظاهريا جيده، لكنه بالباطن هي لا بيها فساد. نعم. يعني لانه بنودها كلها ما يعرفها الشعب. لو يعرفها الشعب صحيح يعني يطلع عليه، كان يطلعون صحيح كل العراق يطلع عليه مو بس المتظاهرين. نعم. يعني صحيح. فانا برايي انه يترشح واحد، خلي هالتنسيقيات هذه بيناتهم يقعدون يرشحون واحد، ولا هي الفتره مو هوايه، قد تكون ست اشهر وقد تكون سنه، مو تمام؟ نعم صحيح. مو صحيح؟ اكيد لازم يكون اكو حكومه انتقاليه، لازم عقل الاجتماع. نعم. لازم يكون اكو حكومه انتقاليه، شيء طبيعي يعني، هذا تسلسل تسليم السلطه صحيح. خلي الحكومه الانتقاليه تكون منا، حتى خلي عذر يعني، خلي يشوف السياسيين يوافقون على جماعه المتظاهرين اللي رشحوا. طيب انا اشكرك يا سيد علي من بغداد، وضحت الفكره. سيد ام عبد الله من بغداد تفضلي في دقيقه واحده يا سيد ام عبد الله. يعني هواية دقيقه، مو المشكله، عندنا اتصال، عندنا رسائل لازم نقراها يا سيد ام عبد الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ، مطلب مقتدى الصدر والحشود اللي طلعت جماعه مقتدى انه خروج الامريكان من العراق. نعم. ترى لا تتصور انه تخرج امريكا من العراق، اذا خرجت ترى السياسيين وياهم يخرجون. نعم. لانه هم اللي يجوي على ضار الدبابات، فلهذا لازم يعني اذا صح مطلبهم هذا الشعب العراقي او جماعه المقتدى ما يخالف، خليه يطلعون يطالبون بخروج امريكا وياهم السياسيين. لان السياسيين هم الحجر عصره للعراقيين. استاذ بعدين عندنا ترى لا تتصور احنا دوله مستعمره، ترى احنا شغلتنا ولا شغله في المتظاهرين مع الحكومه. نعم. الشغله هي دوله مستعمره من قبل امريكا. نعم. ترى امريكا اصلا حتى قامت بعمليه التباحث والتناقش مع الدول الناتو انه ضم دول اخرى من الوطن العربي، لانهم يشكلون العراق وقسم من الدول العربيه حجر عشره في عدم استقرار. نعم. استقرار الشرق الاوسط. شكرا شكرا يا ام عبد الله، اعتذر منك، الوقت انتهى، شكرا جزيلا لك. نقرأ الرسائل سريعا مشاهدينا، وهناك الكثير منها حقيقة. نبدأ من السيد عماد فيصل من الولايات المتحدة، يقول: تحية إلى قناة الرافدين، قناة الشعب، والرحمة للشهداء والخزي والعار لقتلة الثوار. فهل سيصحى الضمير والمجتمع الدولي لوقف نزيف الدم العراقي وكبح أجنحة الميليشيات المجرمة؟ لدينا رسالة أحد المشاركين يقول ما حد يرد، وين يعني إذا كان اتصال فموجودين. السلام عليكم، من فاتن من ألمانيا. السلام عليكم قناة الرافدين العظيمة، والله إذا حرقوا 10 خيام ينصبون 1000 خيمة. أبطال ولد النصرية، الله يرحم كل الشهداء، النصر للمتظاهرين. أمير من بغداد يقول: تحية لك يا أستاذ محمد، شكرا لجهودكم، شكرا جزيلا يا أمير. أيضا رسالة تقول: تحية لك أخي محمد وقناتكم الكريمة، أنا أقترح أن يقوم المغتربين أن يقوم المغتربون العراقيون في الخارج بتقديم شكوى في المحكمة الدولية في لاهاي على قيس الخزعلي وميليشياته وهذا العامري وميليشياته والحكومة المدعومة بفيديوهات ووثائق للحد من جرائم القتلة وذيول إيران. سامي من هولندا، شكرا لك. رسالة تقول: بان من بغداد، شكرا لجهودكم العظيمة والقناة الرائعة التي تبث صوت الحق، شكرا لك يا بان. رسالة تقول: سيد مبروك من الإمارات، نختصر في رسالتك: تحية لك أخي محمد، الأحداث من الجمعة للآن تشير إلى أن التظاهرات والثورة تستمران بالثبات على الموقف وعدم الانجرار وراء الأحزاب. الثورة تنتصر وتحقق أهدافها، إرادة أبطال تشرين الحق والقيم والعدل رغم سقوط أعداد الشهداء والجرحى. شكرا لك. رسالة تقول أنا أديان من كربلاء، أحب أحيي قناة الرافدين على جهودكم، وأحب أقول للشعب أن يقول أول مطالبنا إلغاء رواتب رفحاء ونرجع كل تبعي البلدة،
ثانيا هسه احنا خل نطلع الصغير بعدين الكبير، خلينا نطلع ايران بعدين امريكا. شكرا لك يا اديان. رساله تقول: السلام عليكم، اشكر قناتكم الموقره اللي تبث كل ما هو واقعي من قلب الحدث، وردا على كلام الاخ المتصل بين كربلاء، ممكن تبثون كلمه النائبه ماجده التميمي وبعثت الكلمه بصوتها لقناتكم، ممكن تبثوها؟ طيب، في رساله اخرى: السلام عليكم، يقول اذا كنت تتكلم على مقتدى، ان مقتدى انسان فاشل وعنده وزارات وبرلمان ما سوى شيء وكل شيء بايده، حتى الحكومة تخاف من عنده، واللي دا يصير بالمظاهرات كلها بسببه، وإن شاء الله نخلص من كل هاي الحكومة واللي بيها. رسالة تقول: أريد أدزلكم فيديو اليوم صورته من الوثبة كيف يرمون المتظاهرين بالصجم. يا ريت، عندنا خدمة أنت ترى تقدمها قناة الرافدين، وتظهر كل فاصل إعلاني فيها رقم، وأيضا من خلال صفحة القناة على الفيسبوك أو موقع القناة الإلكتروني أيضا. يقول: العار لهم كم هم جبناء، أريد أدزلكم فيديو اليوم صورته من الوثبة. تمام أبو جمال الكوبيسي، شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا من الكوت، بالنسبة للشغب يعني أقذر من هيك ما شايفة، لأن ننطي للمتظاهرين مي وخميرة شمروا علينا طابوق وطلق، يستعملون بالأحياء السكنية وبطريقة عشوائية، شبابيكنا تكسرت من الرصاص والدخانيات، يشمروها عمياوي ونصها وقع بالبيوت، الأطفال اختنقت من غير ألفاظ السوقية، عايشونا برعب، وأساس الفتنة هو القائد يحرض بقمع المتظاهرين. وبالنسبة للناس اللي تدافع عن مقتدى، شي حسون الخاطر الله، يعني الناس طالعة ضد الحكومة وهو يملك نص الحكومة، يعني إلى متى يظلون تبعية؟ تمام. رسالة تقول: نشكركم على مراسلتنا، نحن نسعى جاهدين إلى الرد. هذا أحد يقول: أين تذهب دماء العراقيين لا سيما دماء أهل السنة؟ طيب، وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.